أهلا بكم في موجز الأهم الأنباء. بعد 3 أيام من المحادثات الماراثونية بين وزيري الخارجية الأمريكي جون كيري والروسي سيرني لافرور، تم إقرار صفقة تجرد الرئيس السوري بشار الأسد من أسلحته الكيماوية، والتي قد تؤدي إلى تقييد قدراته وجيشه التي قد يشنها مع تواجد المفتشين الدوليين في سوريا. وتبدأ الصفقة بتقديم قائمة بالأسلحة الكيماوية قبل يوم السبت المقبل، وتتضمن دخول المفتشين الدوليين إلى سوريا في موعد أقصاه شهر نوفمبر المقبل للتحقق من المعلومات وتدمير كافة المعدات إنتاج والتعبئة الأسلحة السورية. قال اثنان من كبار الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي يوم أمس إن اتفاق روسيا والولايات المتحدة الأمريكية لتدمير ترسانة الأسلحة الكيماوية السورية سيمنح الرئيس بشار الأسد شهورا للمماطلة والخداع مع مقتل مزيد من الناس في الحرب التي تحتدم في ذلك البلد. وقال السيناتور جون ماكين والسيناتور لينزي غراهام في بيان لهما إنه ليس أكثر من مجرد بداية لطريق دبلوماسي ضيق ومعتم يقود فيها بشار الأسد ورئيس الروسي فلاديمير بوتين حكومة أوباما. تمكنت مصالح الأمن بمراكش يوم أمس من فك لغز قضية اختفاء المفترض لفتاة تبلغ من العمر 27 سنة، حيث تبين أن القضية لا تعدو كونها مجرد هروب من بيت العائلة. وحسب ما علم لدى ولاية الأمن فإن مصالح الأمن التي عملت على تسخير كافة الوسائل لكشف ملابسات هذه القضية منذ وضع شكاية من قبل عائلة الفتاة يوم الاثنين الماضي، تمكنت بفضل استخدام وسائل تقنية من تحديد مكان وجود المعني بالأمر وإيقافها لدى نزولها من حافلة للركاب في مدينة بنغرير. وأضاف المصدر ذاته أن الفتاة صرحت أنها غادرت مقر سكن العائلة بكامل إرادتها رفقة شخص تربطها بعلاقة غير شرعية. وكان حوالي 50 امرأة وطفلا قد توافدوا حوالي الساعة 10:30 المساء أمس إلى ولاية أمن مراكش للاحتجاج على ما اعتبروه عدم اكتمال الإجراءات المتعلقة بالشكاية تقدموا بها حول اختفاء المفترض للفتاة التي تسكن بحي الدوار كانون التابع للمنطقة الحضرية النخيل. توفي يوم السبت بإحدى المصحات الدار البيضاء الباحث الجامعي سالم يافوت عن عمر 66 عاما بعد مرض ألم به منذ فترة طويلة. وكان سالم يافوت الحائز على دكتوراه الدولة في الفلسفة سنة 1985 رئيسا لشعبة الفلسفة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية في الرباط لمدة 12 سنة. ونختم بالخبر الرياضي. قدم النجم غاريث بيل أوراق اعتماده لجماهير النادي الملكي وسجل هدفا غاليا له في أول مشاركة مع الفريق الملكي على الرغم من سقوط الفريق في فخ التعادل مع مضيفه ريال فيا ريال يوم أمس في المرحلة الرابعة ليتوقف عن مطاردة منافسه التقليدي برشلونة وأتلتيكو مدريد على قمة صدارة الدوري الإسباني. وسقط الريال في كمين الأخطاء الدفاعي ليفقد نقطتين أمام مضيفه العنيد فيا ريال ويرفع رصيده إلى 10 نقاط فقط من 4 مباريات ويظل في المركز الرابع بفارق الأهداف فقط خلف فيا ريال. نهاية الموجز مشاهدينا الكرام، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.